التجربة السابعة من تجارب الكورس الأول البصريات الهندسية هي إيجاد البعد البؤري للعدسة اللامة. مكونات المنظومة مالتي تتكون من مسطرة مترية أو مسطرة بصرية، حاجز، عدسة لامة وجسم، وعندنا مصباح. نحدد المسافة بين الجسم والعدسة اللي نرمزها يو، والمسافة بين العدسة والحاجز تمثلي بعد الصورة. المسافة بين المنتصف، خلينا نشوف هذا منتصف الحاجز إلى منتصف الجسم، راح أرمز لها بكابيتال دي اللي تمثل بعد المسافة بين الجسم والصورة أو الحاجز. أجي هسه عندي طريقتين حتى أوجد البعد البؤري. طريقة الإزاحة مثل ما تشوفوها، عندي جسم معين وهذه أبدي أحرك بالعدسة إلى أن أحصل على أوضح صورة مكبرة أقيس بيها بعد الجسم وبعد الصورة. أرجع أحرك العدسة وأحصل على أوضح صورة مصغرة، أيضا أسجل U2 و V2 اللي هي بعد الجسم وبعد الصورة. إيش قد المسافة أني أخليها بين الحاجز وبين الجسم، أو خلينا نقول بين الصورة وبين الجسم، لازم تكون أكبر من البعد البؤري يلا أقدر أحصل على صورة واضحة. نجي هسه نغير المسافة من 45. ليش أخذتها 45؟ إحنا قلنا المسافة بين، واشتقينا أيضا هذا الشيء بالكورس الأول، إنه المسافة لازم تكون أكبر من 4 أضعاف البعد البؤري حتى أقدر أحصل على صورة واضحة. شقد مثلا إذا كان عندي البعد البؤري 10 على أقل تقدير حتى أحصل على صورة واضحة، لازم تكون المسافة عندي بين الجسم وبين الصورة 45. هاي القراءات أبدي أغير المسافة إلى 50 55، وفي كل مرة أحصل على صورة مكبرة وصورة مصغرة، وأبدي أسجل بعد الجسم وبعد الصورة في الحالتين. هنا سمول دي يمثل لي الفرق بين موضع الجسم في الحالة الثانية أو بالموضع الثاني، من يكون موضع اللي أحصل بيه على صورة مصغرة ناقصا موضع الجسم الأول في الموضع، عندما تكون العدسة في الوضع الأول. نفس الشيء بالنسبة لبعد الصورة، أربعه وأربع بعد المسافة بين الجسم والصورة. أجي أرسم علاقة بين كابيتال دي سكوير ماينس سمول دي سكوير، وبين على المحور الصادي، وبين البعد بين الجسم والصورة على المحور الصيني. السلوب مالتي العلاقة الطردية راح على 4، راح أستخرج منها البعد البؤري. هذه هي طريقة الإزاحة. نجي طريقة الخط البياني. طريقة الخط البياني أبدي أغير، إحنا نعرف إنه من أحط الجسم في البعد البؤري للعدسة ما راح تظهر لي صورة. أغير ب2 سنتيم وكل مرة أشوف بعد الصورة وين تكون، أخذ مجموعهم على المحور الصادي وبعد الجسم على المحور السيني، راح يمثل لي علاقة تشوفوها من خلال الرسم البياني الموجود بالشكل. أخذ المحور، شوف هذا الباراكولا اللي يتقاطع ويا المحور الصادي، هذا التماس مال الخط راح يمثل لي 4 أضعاف البعد البؤري. وهنا أيضا أسقط من أوطأ نقطة على المنحني الموجود البارابولا، راح أشوف أنه ضعف البعد البؤري. طبعا إحنا قلنا أنه البداية من تكون ما أشوف صورة، هذه هي تمثل لي قيمة البعد البؤري الحقيقي للعدسة. أعتقد هسه توضحت عندكم القياسات وطريقة الحساب وطريقة